هنيجي بقى للأكلة التانية، هنعمل شيش خضار. عاوزة تحطي فيه حتت فراخ أو حتت لحمة زي ما يعجبك. أنا النهاردة عاملاه كله خضار. هو بتنجان أسود وكوسة وجزر وفلفل أحمر وبتنجان أبيض. في هنقول كام لون؟ 1 2 3 4 5 ألوان. الله يمسيهم بكل خير حبايبنا اللي كانوا علمونا ازاي ناكل 5 ألوان. تاكلي 5 ألوان تعديهم على كف ايدك. لو الصبح كلتي احمر كلي بعد الظهر اصفر، كلي في الغدا اخضر، كلي بالليل حاجة بيضة مثلا زي بصل، كلي بالليل اختمي بحاجة صفرة. تبقي كلتي 5 ألوان في اليوم. ولا تقولي بقى ايش فيتامينات ولا ايش اللي بيقولوا عليه الكالوريز ده، حاجات كده مكلكعه وكبيره. هو ده الاصل. اه عمال يضحك عليها بتاع الكاميرا. إيه اسمه ايه؟ كالوريز صح كده؟ اه عمل لي كده. ايوه هو ده. والمخرج قال لي بس برضه مش هعرف اقولها. هو الخضار اللي اعرفه اللي امي علمته لنا، ناكل خضار بدلنا يبقى زي الفل. بس اما اوطي بقى الاحسن ده الحله ايه؟ ايوه هنوطي عليه شويه. بس هنحط بقى كل الخضار ده. بصي انا هعمله لكم، عامله لكم الوان اهو. حتى العيال اللي ما بتحبش الخضار اعملي لها ده، شكله لها كده هتفرح بيه قوي. شكله جديد ومختلف، لا هو في طبيخ ولا هو في حاجه لوحدها، شكله حلو قوي. جيبوا الخضار ورشقيه كده وهقول لك بقى نعمل فيه ايه. هنحط الخضار كله كده في بوله. ادي الفلفل والجزر والبتنجان والكوسه. هنحط عليهم بصله مبشوره ناعمه، وهنحط شويه فلفل اسود اهو، وشويه فلفل ارناؤوطي حلو اللي بيدلعوه بيقولوا عليه بابريكا، وشويه ملح كأنك بتتبلي بالظبط لحمة، وشوية بهارات. يا صلاة النبي أحسن. لا ده مثل التاني ده بتاع لقاء بقى مش بتاعنا. هنقعد بقى كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أغسل إيدي بس. هتقعدي بقى كده تشيشيه تشيكيه. بعد الخلطه دي كلها هنمسكه بقى كده، وتجيبي العصي دي موجوده في كل حته ورخيص. تاخدي واحده بتنجان اهي مع واحده جزر. بس في حاجه، الجزر خليه رفيع عشان الجزر بياخد سوى شويه عن البتنجان، عشان خاطر ما يبقاش هو ني وبقيه الحاجه كلها مستويه. وادي اسود، حطينا ابيض وحطينا البرتقاني وحطينا الاسود، وادي الاحمر. رجعنا تاني بعد الفاصل. ادي الشيش رصيناه كله في قلب الصينيه. عاوزه تفرشي في القعر بتاع الصينيه بصل ماشي، مش عاوزه هيفيد التتبيله اللي احنا عملناها دي، هيفيد منها مثلا شويه ولا حاجه. هتروحي جايبه شويه زيت عليهم كده، حبه زيت كده يكونوا كويسين. اللي عاوز يحط لحمه في وسط الخضار تكوري كده، لو ربع كيلو لحمه هيتعمل، تكوري الكره كده وتروحي مدككها مع الخضار براحتك. عاوزه تحطي حته فرخه من صدر فرخه برضو زي ما تحبي. اهو هنحطه في الفرن على نار هاديه، ما تعليش النار، خلي النار كده متوسطنه عشان خاطر يستوي يبقى كويس. بس كده